السلام عليكم ورحمة الله أبنائي بناتي، ومع درس جديد اليوم إن شاء الله اللي غادي نشوفه لاكتيفيتي لونغ دو لغة جوج et toujours avec la séquence 3 bien sûr rédiger le début d'une nouvelle كتابة بداية قصة قصيرة أو قصوصة. Donc في هذه الاكتيفيتي هذا اش غادي نتعلموا ديكريغ دي بيرسوناج ان اوتيليزون اون اكسبرسيون دو كومباريزون. مثلا شوفوا باش تعرفوا اي درس تعطاكم نحاولوا توظفوه في الكتابه ديالكم. علاش؟ لان في الاخر حنا اش كنتعلموا؟ كنتعلموا ان نكتبوا قصه قصيره. اذا انا ملي غندير لي بيرسوناج ديالي لي بيرسوناج برينسيبو اي بيرسوناج سيكوندير هذوك الشخصيات الرئيسيه ديال القصه ديالي انا والجروب ملي تجمعنا وكونا الجروبات مع الاستاذ يعني انا والجروب ديالي غنختاروا شخصيات بطبيعه الحال الشخصيه الرئيسيه والشخصيات الثانويه. هادوك الشخصيات غادي نوصفهم نعطي الاسماء ديالهم ونعطي سيتياسيون سوسيال ونعطي يعني ستاتيو سوسيال وغنعطي الميتي ديالهم ونعطي لاج ديالهم وغنعطي فهمتوا كيفاش. اذا الا وصلت لواحد جوج شخصيات نقدر نقارنهم فهمتي اللي بغيت نتكلم عليهم بالمقارنه او التشبيه. اذا هو هذا الدرس ديالنا عطاوه لينا في هذه الحصه هذه باش اننا اذا احتاجينا اننا نقارنوا واحد جوج شخصيات ديالي نستعمل هاد لي زوتي دو كومباريزون اوكي ادوات المقارنه او ادوات التشبيه. اذا في هذه الحصه هذه غادي نتعلموا شنو هو لوبجيكتيف او الهدف من هذه الحصه هذه ديكريغ دي بيرسوناج اون اوتيليزون اون اكسبرسيون دو كومباريزون وصف شخصيات باستخدام او باستعمال تعبير ديال المقارنه او التشبيه او المقارنه. هنا في هذا الدرس هذا المقارنه اوكي يعني نقارنوا جوج شخصيات. جولي اي جو كومبرون اقرا وافهم. Je lis silencieusement le texte suivant. Aqra'u bi samtin at-text yani an-nass at-tali. قبل ما نكمل الله يرضي عليكم وليداتي لي لايك لي لايك لي لايك لي لايك 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 ما تنساوش وتبارطاجيو الفيديوهات مع الاصدقاء ديالكم. ما تنساوش دي لايك باش حنت لي لايك مثلا الى وصلت الفيديو وصلت 90 لايك كيقدر كيبان في البحث يعني الانسان يلا كيقلب بحال موقع دروس ديال السنه الثالثه كيطلع لي الفيديوهات ديالي لان فيهم لي لايك بزاف. اوكي نبداو دابا ان شاء الله. دو زون باغور نقرا النص ونعاود نشرح ياك. دو زون باغور لان فوني دو لا باستي لوتر دو جاردان دي بلونت لو بلو غران فيتو دو توال مارشي لو شابو اون اريير لو جيلي دي بوتوني اي سا كرافات ا لا مان. Le plus petit, dont le corps disparaissait dans une redingote marron, baissait la tête sous une casquette à visière pointue. Quand ils furent arrivés au milieu du boulevard, ils s'assirent à la même minute sur le même banc. Pour s'essuyer le front, ils retirèrent leur coiffure que chacun posa près de soi. Et le petit homme aperçut écrit dans le chapeau de son voisin Bouvard. Pendant que celui-ci distinguait aisément dans la casquette du particulier en redingote le mot Pécuchet. Tiens, dit-il, nous avons eu la même idée, celle d'inscrire notre nom dans nos couvre-chefs, d'après Balzac, Bouvard et Pécuchet. Et donc, وفقا كما كتشوفوا هنايا وفقا او حسب بارزاك يعني هو الكاتب لوتور اللي ديما كنوصيكم لوتور هو الكاتب هو الراجل الشخص الحقيقي اللي كتب لنا هذا النص هذا. العنوان ديال القصه سميتها بوفار اي بيكوشي. بوفار طبيعه الحال هو هذا الرجل طويل اي بيكوشي هو هذا الرجل قصير كيف ما شفنا هنا في الحكايه. دو زون بارور جوج رجاله ظهروا ظهر رجلان بانوا يعني اتى بانوا على غفله. دو زوم باغور ظهر رجلان لان فوني دو لا باستي واحد جا من لا باستي. لا باستي هذه واحد المنطقه في فرنسا
l'autre du jardin des plantes ou l'autre من du jardin des plantes. ما نترجموش هذه حرفيا لانها اسم اسم منطقه. الا بغينا نترجموها حرفيا هي حديقه النباتات حديقه النباتات، ولكن هنا ما نترجموش حديقه نباتات. علاش؟ نعطيكم اكزامبل. لي فرونسي اون جينيرال appelle les gens c'est à travers bien sûr leur histoire. C'est comme des machines ou bien des on donne des noms comme ça, des noms des objets parfois. بعض المرات كنسميو وليداتهم كيسميوهم باسماء ديال لي زوبجي. مثلا واحد كيسميوه طاحونه، فهمتوا كيفاش طاحونه؟ يعني مثلا حنا كان عندنا واحد شاف اش كان هو، كان هو الرئيس التنفيذي ديال الشركه، كان رئيس ديال الخدمات التقنيه، يعني شاف الشيف تكنيك. الشيف ديك تكنيك هو اللي مسؤول على لاتولي، هو اللي كي ريكروتي لي تكنيسيان لي كورديناتور وهادشي. اوكي، اش كان سميتو هاد الفرنسي هذا؟ كان سميتو مسيو ديمولا. ديمولا الا عرفتي شنو، الا قلنا شنو هي ولا ديمولا. ديمولا هي طاحونه، ولا بحال مثلا كنسمعو دي فورج، ولا كنسمعو، فهمتوا؟ يعني كيسميو وليداتهم بهاد الاسماء هادي، عندهم هاد الثقافه هادي. إذن لوطخ قلنا جا من جاردان دي بلانت، حديقة النباتات، أو لا منطقة سميتها جاردان دي بلانت. ما نترجموش حرفيا حديقة النباتات، وإنما لأنه اسم، بحال هاد لاباستي. لاباستي ميمكنش نترجمها لكم بالعربية شناهي لاباستي، لأن منطقة سميتها لاباستي. إذا نتا بالعربية غنقول لكم لاباستي، جا من لاباستي. حتى هذا الآخر جا من دي جاردان دي بلانت. لو بلو غران، هاد الطويل هذا شتي هو الكبير هذا. لو بلو غران فيتو دو طوال، اش لابس؟ لابس الكتان. شتي هنا لابس كتان هنا طوال. مارشي لو شابو اون اغيير، يعني الشابو ديالو مديرو يعني اللور اون اغيير. لو جيلي دي بوطوني اي سا كرافات على مان. جيلي راكم تعرفوا الجيلي شنو هو؟ اذا هي الصدريه، شي حاجه اللي كنديروها على الصدر. جيلي بحال داك جيلي غونفلور، هذيك لي اللي كيمشيو كيعموا بيه الدراري ديال البحر، ولا كيديروا في لابيسين. جيلي اوكي، اولا كنلقاو مثلا ديك جاكيطات صغيرين جيلي، ولا كتمشي للقريعه مثلا كتشري جيلي. جيلي اللي كتلبسها في من تريكو، اذا جيلي. جيلي لو جيلي دي بوطوني، دي بوطوني يعني لي بوطون ديالو، يعني الصدف ديالو مفكوكين محلول، يعني لي جيلي الصدف ديالو محلولين. اي سا كرافات على ما، وشاد الكرافطه ديالو بايدو. لو بلو بتي هذا، هاد الصغيور هذا، دون لو كور ديسباريسي دون اون غودين غوت مارون. قال لك اللي الجسم ديالو مختفي فاش؟ في المعطف. هاد المعطف هذا مارون قهوي. بيسي لا تيت سوز اون كاسكيت افيزيير بوانتو، يعني حاد راسو، يعني حاد راسو تحت من واحد لا كاسكيت، واحد القبعه افيزيير بوانتو. فيزيير بوانتو يعني فيزيير، يعني شي حاجه اللي كنشوفو منها. بحال مثلا دابا ملي جات كورونا، الناس كيديروا الماسك، ياك كتعرفوا الماسك؟ الماسك هو اللي كيغطي، ولا كيكوفر لو فيزاج، كوفر لا بوش اي لو ني، ياك بور نو با بيان سور افوار لو فيروس، بور ني با نو با ساتاكي بار لو فيروس، ياك. وكاين شي وحدين اخرين كيديروا واحد الفيزيير، الا شفتوهم كيديروا كيدير بحال شي هذاك السدور، السدور كيدير واحد الفيزيير باش هذاك لا لوميير ديال هذاك السوداج ما ياثرش ليه فوالا، كي انفلونس نيجاتيفمون سي زيو، اوكي، كي ياثر ليه على عينيه. اذا حتى ملي جات كورونا داروا الناس واحد الفيزيير، راه كيبان لكم بيض بحال الدجاج، ولا كيكون بلاستيك، كيديروا القدام على وجههم كامل، يعني كيبقاو يشوفوا فيه، وكيتنفسوا لداخل بطبيعه الحال باش مي كيبروتيجيهم حتى من الناس، وكي بروتيجو راسهم من الناس، فهمت؟ يعني كيحميهم وكيتحماو من الناس. اوكي، هو هذاك لا فيزيير بوينتو، يعني مقمقم. كونت يل فور اريفي او ميليو، بطبيعه الحال هنا فور هذا لو فيرب اتر، خمسة رف هنايا في الباسي سامبل، يعني لو فيرب اتر في الباسي سامبل زائد البارتيسيب باسي ديال الفيرب اريفي هنايا هو الباسي اونتيريور، هو فوالا 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 باسي اونتيريور.
Quand ils furent arrivés au milieu du boulevard, mené au slow, l'ouassat dit le chéri, le boulevard ou chéri, ils s'assirent, Gelso. À la même minute, finis le wax, finis le trika, sur le même banc, à la nafs le maqad. Bjouj, hum, jaouj, il soha mouchim, jelsin, hinaï, bjouj. Pour s'essuyer le front, bach y nishfou le jibha diel hum, ils retirèrent leur coiffure. Oumé, sahbou, nizou, chhe nizou, nizou, le tisriha diel char diel hum, ane haïdou haïdou le kubba'a diel hum, que chacun posa près de soi. Yane haïdou kubba'a, chhatouha. حطوها كل واحد حط حدا راسو حدا نفسو اي لو بتي توم ابيرسو وهاد الصغيور هذا شاف اشنو شاف اي كري دون لو شابو دو سون فوازان بوفار شاف في هاد الطربوش ديال صاحبو ديال الفوازان ديال جارو اللي سميتو بوفار هذا سميتو بوفار الطويل هذا اش لقى مكتوب لقى مكتوب بوفار يعني في هاد الطربوش هذا مكتوب بوفار وهذا بوندون كو سيلويسي في حين ان هاد الاخر هذا ديستينغي ايزيمو دو لا كاسكيت دو بارتيكولي اون غودينغوت لو مو بيكوشي اشنو ميز بسهوله في لا كاسكيت ديال لو بارتيكولي ديال هاد الشخص هذا بالتحديد اون غودينغوت اللي لابس هاد المعطف هذا لو مو بيكوشي اش مكتوب في هاد الكاسكيت مكتوبه بيكوشي اش مكتوب في هاد الكاسكيت مكتوبه بوفار يعني هذا شاف بان صاحبه كاتب بوفار وهذا تا هو شاف بان هذا كاتب بيكوشي على هاد الكاسكيطه هادي تيا ديتيل اييه هاي 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 هاد تيا هادي كنديروها للتعجب تيا تيلا ها تيلا فهمتي كيفاش هاد تيا هادي كنقولوها للتعجب ديتيل قال اشنو قال نو زافون او لا ميم ايدي عندنا نفس الفكره شنو هي سيل دانسكريغ نوتر نو دون نو كوفر شيف هذه الفكره هذيك ديال كتابه الاسماء ديالنا الاسم ديالنا دون نو كوفر شيف كوفر شيف شنو هو دابا شنو هو الشيف في الجسد الشيف في الجسد هو لاطيط علاش لان لاطيط فيه العقل العقل يعني كنقولوا الشيف الشيف دو ميزون هو الاب والرئيس ديال الدار هو الاب والشيف ديال الجسم هو لا تيت هو طبيعة الحال هو اللي فيه الدماغ هو اللي كيسير الجسد كيقول لي تحرك تحرك برك برك اذا كوفغو شيف غطاء هاد الشيف هذا يعني غطاء الراس يعني الكاسكيطه فهمتوا كيفاش قال لي تيان ديتي نو زافون او لا ميم ايدي عندنا نفس الفكره هذه كتابة الاسم ديالنا على غطاء الرأس على الكاسكيطة ديال الرأس ديالنا لي شيف هما لي تيت اوكي حسب برزاك القصة سميتها بوفار اي بيكوشي نكونو من بعد ما فهمنا دابا النص نقول لكم الله يرضى عليكم ما تنساوش لي لايك انت اللي باقي ما درتيش لايك دير لايك الله يرضى عليك اولدي وبارطاجي الفيديو ايت انت يا بنتي اللي كتنتي لي دابا الله يرضى عليكم ديروا لي لايك وبارطاجيو لي فيديو وبغيت هاد الفيديو هادي توصلوا 90 لايك ان شاء الله باش تطلع في القائمه ديال 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 لا ريشيرش في اليوتيوب اوكي دابا اون فا باسي ا لا بروميير كيسيون جو ريليف لي نون دي دو بيرسوناج قال لك استخرج الاسماء ديال جوج هاد الشخصيات هادو اش قلنا هذا الطويل سميتو بوفار وهذا القصير سميتو بيكوشي اذا لو بتي سابيل بيكوشي Pécuché ou le grand s'appelle Bouvard. Bouvard. Ok. J'utilise les expressions plus que puis moins que pour comparer la taille des deux personnages. Galak astamil had ta'abir plus que. Thumma moins que. Bash nqaran la taille ديال هاد لي دو بيرسوناج هاد جوج شخصيات هادو اذا انا نستعمل دابا ندير بلوس كو هي الاولى هي اللي غنديرها في ا وغندير موان كو هي في الثانيه غنديرها في بي اذا بلوس كو ولا طاي اذا شكون هو اللي كبر هذا ولا هذا هذا قلنا هو بوفار ياك هذا هو الكبير هو بوفار ياك وهذا القصير هو بيكوشي بيكوشي اذا انا باغي بلوس كو يعني هذا اكثر من هذا اكثر من فاش في لاطاي في الحجم اذا اش نقولوا نقولوا بوفار ثم قال قارن جوج شخصيات ياك هما جوج شخصيات اذا غندير بوفار الشخصيه الاولى بوفار ندير اي بلو اي بلو اي بلو فلاطاي شنو هو ندير اي بلو غران برافو عليكم
est plus grand que, on dirait que. إذا درت أنا إيش درت؟ أي درت بلو ودرت كو هي اللي باغينا هي بلو كو درت لا تاي غران لأن بوفار غران غران كو كي غران كو بيكوشي بلو غران كو بيكوشي أوكي سهلة قلنا بوفار هو أكبر حجما أو أكبر من أو أطول من بيكوشي دابا غنديرو حنا موان كو ونقارنو لا طاي موان كو شكون هو اللي قصير هو بيكوشي اذا غنبداو بيكوشي بيكوشي وندير اي وندير موان ونجي هنا وندير كو ولكن شنو ندير وسط منهم لا طاي شنو هو اي موان لون اقل طولا من بوفار Ok, le tol min bouvard et moi long que bouvard. Ok, maintenant on va passer à la troisième question. J'emploie aussi deux expressions dans des phrases. Quelqu'un s'amène à les deux expressions. Je s'amène au fait, je s'amène à des phrases. Yani, jumel okhra. Je s'amène à des juges ta'abir fi jumel okhra. Et là, on va dire plus que ou moins que on dira fi ta'abir okhra. Ou on va dire, mathalan. ديرو شي واحد اللي اسرع من واحد خذوا معايا شي اكزامبل شوفوا مثلا الطياره مع السياره شكون اللي اسرع واش الطياره ولا السياره بطبيعه الحال الطياره لان ما كاينش اللي كيحبسها السياره تقدر تسرع تقدر تخاف دير كسيده تقدر ما توصلش دير 120 140 كيلومتر في الساعه وتحبس ما يمكنش تمشي لينا يعني في 1000 كيلومتر في الساعه ولا فهمتيني بزاف يعني الطياره ممكن انها ديرها اذا انا غندير لافيون est plus rapide que la voiture. Ok. يعني الطائرة أكثر سرعة أسرع من السيارة. ونديرو الإكسبريسيون الثانية هي لي موان كو. حنا غنديرو مثلا نديرو سيدي فكروا معايا شي حاجه اللي فيها اقل من شي حاجه اخرى نديروا مثلا حنا سيدي نديروا جوج شخصيات عندنا في القسم مثلا نسميو مثلا اسماء عندك تكون انت سميتك اسماء المهم ماشي انت اسماء نديروا هي اسماء حتى انا قرات معايا اسماء اسماء كي اللي كتكتب ا بحال موكا ياك ا في الاخر كي اللي كتزيدو او في الاخر ياك حنديروا اسماء هي اسماء ولا نديروا دوزا اسماء ها هي بحال موكا اسماء et moins intelligent اقل ذكاء من ماشي انها ما ذكياش وانما اقل ذكاء من واحده اخرى يعني هي ذكيه وصاحبتها ذكيه ولكن هي اقل شويه ذكاء من الاخرى يعني تاتي لقيتك سميتي اسماء ما دايرك ما تقلقيش بنتي يلا ماشي مشكل الا قلنا اسماء تقدر تكون في قسمكم اسماء وتقدر هذه البنت الاخرى اللي غنديروا ما كاينش في قسمكم ياك اذا اسماء اي موا انتيليجونت كو طبيعي حنا نديروا كو حيت عندنا موان كو ها هي اسماء اي موا انتيليجونت كو نديروا خديجه اوكي قال لك جو كونكلو استنتج من هادشي كامل اللي قرينا دابا لحد الساعه شنا بلوس كو شنا موان كو اذا جو كونك لو بلوس كو اكسبريم اش كتكسبريمينا بلوس كو قلنا بلو غران ياك بلو رابيد اذا شناهي سوبيريوريتي اكسبريم اون سوبيريوريتي يعني سوبيريوريتي يعني اعلى ياك يعني اكثر العلو هنا سوبر يعني سوبيريوريتي يعني افضل فهمتي الافضليه والاكثريه والاحسان والاجود والامثال يعني سوبيريوريتي الافضل تفضيل هنايا موان كو اكسبريم انفيريوريتي الاقل هنايا اقليه انفيريوريتي اوكي هنا الافضليه وهنا الاقليه هنا موان كو كنستعملو باش نديرو الاقليه يعني اقل ذكاء من هنايا اقل طولا من فهمتي كيفاش Admettons que les deux personnages sont âgés de 55 ans. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons
بوفار اي بيكوشي قال لك عندهم نفس العمر 55 سنة. قال لك غير نفترضوا مثلا قبل نفترضوا جدلا مثلا انهم عندهم 55 سنة. Ils sont tous les deux vieux. اذا جوجهم شيبانيين، جوجهم كبار في السن. vieux يعني كبار في السن، شيبانيين. Je compare leur âge en utilisant l'expression aussi que. اذا قال لك اقارن العمر ديالهم باستخدام او باستعمال التعبير اوسي كو. اذا هما عندهم نفس اللاج قلنا ياك، عندهم 55 سنه. اذا الا كانت نفس واحد الحاجه، نفس السرعه، نفس الذكاء، نفس الطول، نفس العمر، يعني نفس الشكل، نفس السرعه، وهذا الشيء كامل اذا فيه نفس قد قد، يعني قد قد ليغاليتي، يعني كاين تساوي قد قد، كنستعملوا ليكسبريسيون اوسي كو. عقلوا عليها مزيان. اذا حنا تعلمنا في هذا الدرس، تعلمنا ثلاثه الحوايج، عندنا بلوس كو، موان كو، اوسي كو. اذا بلوس كو اكسبريم لا سوبيريوريتي، موان كو اكسبريم لافيريوريتي، اوسي كو اكسبريم ليغاليتي التساوي. اذا غنشوفوا هنايا الجواب ديال هذا، اش غندير؟ غندير بيكوشي ولا غندير بوفار، حيت بحال بحال نفسهم عندهم 55. بديت بوفار ببوفار او بيكوشي راهم بحال بحال. اذا غندير بوفار، بوفار اي، وندير اوسي، اوسي اش قلنا لاج، نديرو او اجي، اجي اوسي اجي كو بيكوشي. اوكي هاي قال لك جامبلوا سي دوز اكسبرسيون دو دون دي فراز. هما قالنا دوز اكسبرسيون، حنا عندنا غير اكسبرسيون كامله. اذا هذا خطا، يعني فوت دين اتونسيون ما ردوش البال. هما قال لك هنا جامبلوا سيت اكسبرسيون، حنا غنسموها سيت اكسبرسيون دون دي فراز. استعمل هاد الاكسبرسيون يعني اوسي كو في جمل. ندير حنا جمله، نديرو جملة، نديرو مثلا هاد اللي قلنا قبيلة أسماء إيموا انتيليجونت كو خديجة، نديرو أنهم بجوجهم حنايا في نفس الذكاء، باش أسماء ما يطلعش ليها الدم، لأن قبيلة خديجة درنا أكثر منها، ياك؟ إذا أسماء، هاتها بنتي ما يطلعش لك الدم دابا، أسماء إي أو سي، إي أو سي انتيليجونت، انتيليجونت، أوكي؟ حتى هي يعني نفس الذكاء كو خديجة، ولا نقول خديجة بطبيعة الحال اي اوسي انتيليجونت كو اسماء، يعني عندهم نفس الذكاء. قالك جو كونكلو كو اوسي كو اكسبريم، شناهو اش كتكسبريم لينا؟ اون ايغاليتي، التساوي، ايغاليتي. OK، j'analyse la construction des trois comparatifs. اذا شنو هي لا كونستريكسيون، البنيه ديال هاد التركيب هذا؟ عندي هما عاطينهم لينا. اذا عندي بلوس، بلوس وعندي موان، ياك، وعندي اوسي، واحد ثلاثه التعابير، ياك. زايد اشنو؟ زايد اشنو؟ بلوس كنزيد عليها ادجيكتيف. شوفوا هنايا انتيليجونت، اجي، رابيد، هادشي اللي شفنا هنايا، لون، غران، هادو كلهم شنو هما؟ دي زادجيكتيف. بلوس ادجيكتيف، بلوس ادجيكتيف، بلوس ادجيكتيف، بلوس اشنو عاوتاني؟ كو، هاهي كو، هاهي كو، وهاهي كو، وهاهي كو. اذا هادي هي البنية، بلوس بلوس ادجيكتيف بلوس كو، موان بلوس ادجيكتيف بلوس كو، اوسي بلوس ادجيكتيف بلوس كو. Ah, il y a plus, plus adjectif, plus que, moins, plus adjectif, plus que, aussi, plus adjectif, plus que. Ça fait, il y a dit, il y a, il y a une liste, il y a, il y a plus, il y a moins, il y a aussi. Qu'en dire que, il y a un autre, qu'en dire adjectif. Ok? Saïfa, adjectif, il y a saïfa. Il y a une phobie. Et donc, on nous dit d'abord, الطابلو هذا جو روتيان ونكتبو هادشي بالزربه باش ندوزو للجومونطخين. اش عندنا هنايا؟ قالك لا كومباراتيف. لو كومباراتيف شنو هو؟ هذا هو موان كو، هذا لوتي، لوتي دي كومباريزون. موان كو وعندي بلوس كو وعندي اوسي كو. قالك سكيل اكسبريم، موان كو اكسبريم انفيريوريتي، و بلوس كو سوبيريوريتي، سوبر يو ريتي، ياك، أفضلية. أوسي كو إيغاليتي،
تساوي ايغاليتي. اذا شنو هي لا كونستركسيون هي اللي خرجت معاك من نفس السؤال الاخر؟ موان بلس ادجكتيف بلس كو بلس بلس ادجكتيف بلس كو اوسي بلس ادجكتيف بلس كو صافي. ها نمشيو دابا جو مونترين. وقبل ما نمشيو جو مونترين الله يرضى عليكم وليداتي اللي باقي ما دارش لايك يدير لايك وغنبقى شكون المره الله يرضى عليكم وليداتي غنضحك معاكم يلا الله يسر الامور. يلا اللي ما دارش لايك يدير لايك ان شاء الله. يلا شوفوا معايا جو مونترين جو كومبليت لو طابلو سويفون اون ايميتون ليكزومبل بروبوزي وتمم الجدول التالي يعني على غرار اقلد نقلد ندير بحال المثال المقترح. شنو هو المثال المقترح؟ هو اللي عطاني بالزرق قالك لي زيسبادري سون بلو براتيك كو لي شوسيور. قالك سبادريات سبادريات هي راه اسبادري راه حنا كنقولو لا سبادريا راه هي اسبادريا ياك اسبادري. حنا ديما الا شتو الهضره ديالنا ديما علاش؟ لان الكلمات ديالنا اغلبيتهم فرنسي بحكم الاستعمار الفرنسي يعني كنقولو بزاف د الحوايج بحال مثلا كنقول شي واحد ضربات اكسيده اكسيده هي راه اكسيدون اكسيدون اكسيدا اكسيدا كيفاش كتبقى تتغير ياك يعني بزاف بزاف كلمات اللي بقاو عندنا في الدارجه ديالنا هما اصلهم فرنسي. اذا لي زيسبادري سون بلو براتيك ولي شوسيور قال لك لي زيسبادري سبادريات اكثر اكثر عمليه اكثر عمليا او لا تطبيقا عمليا هنا يقصد عمليا من الاحذيه شوسيور من الاحذيه من الصباط. علاش لي زيسبادري؟ لانها خفيفه في الرجل وكذا كتمشيك يعني عمليا احسن من الصباط. الصباط يقدر يكون في الطالون ولا شي حاجه كيعنكش مولا الرجل ولا المراه حتى الرجال كيلبسوا الطالون ولكن غير واحد شويه ماشي بحال الدري العيالات اوكي. ولكن اذا السبادريه احسن عمليا من لي شوسيو. قال لك حنايا نستعملوا نفس هاد على غرار هاد ليكزامبل بروبوزي المقترح ونعمروا هاد الجدول هذا. اذا عندي موان فور كو شوفوا عندي هنايا عندي اقل قوه من اذا عندي هنايا جمع فوق عندي اس هي عندي اس اذا الجمع بحال هنا كتعدي الجمع. اذا هنا داروا 100 ملي جينا هنايا شوفوا معايا هنايا هنا درنا اي لان عندنا واحد عندنا بوفار ياك هنا من درنا اسماء اي عندنا وحده عندنا بنت ياك. اذا الا كان عندنا سانغولي كندير الا كان عندنا لادجيكتيف سانغولي كنديروا اي كان عندنا بلوريال بحال هذا كنديروا 100. اذا هنا عندنا بلوريال اذا غندير 100 هاني غنكتبها هنا ياك نكتبها هي الاولى باش نفهمكم ياك. هنايا عندنا بال عندنا وحده ياك سانغولي فاطمه هيا خصنا نديرو هنا اي ياك هاني درنا اي ياك. وهنايا على حسب هذا المثال هذا طبيعة الحال عندنا ان كيلو غتكون هنايا اي وغادي نشوفو ليكزومبل. اذا نرجعو لهنايا 100 موان فور كو شنو هما اللي اقل قوة من وحدين اخرين؟ مثلا غندير هنايا لي فام النساء لي فام 100 موان فور كو ولكن هنايا عندي فور ما عنديش فورت ليكزومبل غلطت فيه بلاتي حيت كون كتعدي فورت اقل سو موان فورت يعني ما قويات بحال الرجال ولكن عندي موان فور ندير مثلا لي مثلا خصني شي حاجه مذكر ياك من هنا جمع مذكر اوكي يعني بلوريال ماسكولين بلوريال ياك. اذا شنو هما اللي غنديرو مثلا نديرو لي غارسون نديرو لي غارسون هاي نديرو لي غارسون الوليدات الصغار لي غارسون سون موا فور كو لي زادولت اوكي سون موا فور كو لي زادولت. طبيعة الحال الوليدات الصغار اقل قوة من الراشدين الناس الكبار اوكي. او سي كو هنا اللي شي حاجة اللي عندها بحال مثلا نديرو حنايا شي حاجة اللي بحال نديرو المثال تاع خديجة ولا أسماء وناخدو مثلا ناخدو مون بروف دو مات أستاذ ديالي ديال الرياضيات أي أو سي
ديرو سامبا تا هو ظريف aussi sympa que mon prof d'arabe d'arabe ياك حتى هو ظريف بحال الاستاذ ديال العربيه الاستاذ ديال الماط ديالي حتى هو ظريف بحالو بحال الاستاذ ديال العربيه ديالي la poupée de la petite Fatima est شنو نديرو هنايا نديرو est plus ما شناهاش شنا موان نديرو بلو اي بلو بيل كو هاديك ديال خديجه اي بلو بيل كو سيل سيل هي لا بوبي باش ما نعوش لا بوبي هنايا لا بوبي دو لا بتيت فاطمه اي بلو بيل كو لا بوبي دو لا دو لا دو لا دو خديجه ولكن ندير انا دو سيل لا باش ما نعوش هاد سيل هذا برونو كي باش ييفيتي ليا هاد لا ريبيتيسيون ديال لا بوبي البرونو ديما كيدار باش نتجنبو التكرار كو سيل دو نديرو دو كنزة هاي كنزة باش منديرش عاوتاني خديجة دو كنزة اوكي ان كيلو دو بلاستيك انا تفكرت واحد المثال كنا كنقولو للدري الصغار كنقول ليه اما تقل واش كيلو ديال الصوفة ولا كيلو ديال الحديد هو ملي كيسمع الحديد كيقول لك كيلو ديال الحديد ولكن انا اش قلت ليه قلت ليه كيلو 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 ديال الصوفة شدينا كيلو ديال الصوفا يعني عطاتنا مثلا واحد جوج خناشي كبار وشدينا كيلو ديال الحديد وحطينا واحد الحديده صغيره اذا راه هذاك راه كيلو لو وزنا لقينا كيلو تحت هذا لو وزنا لقينا كيلو اذا راه بحال بحال واخا هذيك سميتو الصوفا هذيك سميتو الحديد هو كيمشي كيقول الحديد كيقول راه ثقل من الصوفا ولكن راني درت الوزن ديالو اللي قدو ديال الصوفا اوكي اذا هذا هو اللي غنديرو غنديرو نديرو ان كيلو كيلو de coton un kilo de coton et aussi aussi pesant dire pesant à deux neuf la barre et aussi pesant que ma un et d'être à sa quinze ma salle on dire virgule on dire apostrophe ok un coton de un kilo de coton et aussi pesant نفس الثقل عنده نفس الوزن كان كيلو دو بلاستيك يعني ديال القطن كيلو ديال القطن بحالو بحال كيلو ديال البلاستيك راه بحال بحال كيلو كيلو اوكي نمشيو دابا ونشوفو جو رينفيستي ا بارتير دي فراس سويفونت جيكري ان بتي تيكست ديسكريبتيف ان اوتيليزون لي اكسبرسيون دو لا كومباريزون كونفونابل علي ايتي جون عمر ايتي جون علي ايتي بو عمر ايتي موان بو Ali était charmant, Omar était plus charmant. Ali était aimable, Omar était aimable. OK, قال لك حنا من خلال هذا نديروا واحد تي تيكس ديسكريبتيف قال لك من انطلاقا من الجمل التاليه اكتب نصا صغيرا وصفيا ديال الوصف او نيتيليزا باستعمال او باستخدام التعابير ديال المقارنه المناسبه ياك ديرو دونك علي ايتي جون عمر ايتي جون يعني بجوجهم جون ياك اذا اش غندير انا علي ايتي اوسي جون كعمار تولي كومار كعمار اوكي علي ايتي بو عمار ايتي موان بو سولوي سي هذا الاخير سولوي سي هذا عمار سولوي سي هو عمر سولوي سي هذا سولوي سي ايتي était moins beau était moins beau qu'Ali que Ali e ma a on حذف le e on dit apostrophe qu'Ali OK Ali était charmant Omar était plus charmant اذا هذا plus charmant que lui
إذا نقول ce dernier ce dernier يعني عالي ce dernier هذا الأخير ce dernier était moins charmant علاش لا انا plus charmant ولا نستعملوا هذه الاكسبرسيون بغيت نستعملوا هذه الاكسبرسيون نستعملوها انا درت النقيض ديالها لان بغيت نبدا بهذا سو ديرني هذا ولا نديروا هذه الاكسبرسيون حيت هما عطينا بلو هنا درنا اوسي بحال بحال هنا درنا موان هنا باغينا بلو نديروا بلو نديروا بلو إذا نديرو بلو كما قلنا شتي كيبان لكم بان لي الضو ضارب بزاف واش كيبان لكم هادشي مزيان ولا اوكي إذا قلنا عمر إتي بلو شارمون T'es plus charmant qu'Ali. T'es plus charmant qu'Ali. Mais ce dernier, voilà qui est akhir hada malo, mais ce dernier, yani Ali, malo, mais ce dernier était aussi aimable qu'Omar. OK. وما تنساوش لارت عليكم وليداتي بنياتي ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو نتمنى يكون عجبكم هذا وخليو لي دي كومونتير حتى تجي شي حاجه ان شاء الله وقدرت نديرها بطبيعه الحال ما غاديش نبخل عليكم والاساس ديال هاد الفيديوهات كاملين هو ان شاء الله انكم تنجحوا وغتنجحوا باذن الله وانا قلت لكم شحال مره الكاتريام او التروازيام اني دو كوليج ديروها في جيوبكم فكر دابا في البكالوريا لان البكالوريا جايه هي اللي جايه في المرحله الثانيه ومن بعد البكالوريا بطبيعه الحال يعني فكروا انكم ديروا المدارس العليا وفكروا انكم ديروا واحد الميتي اللي مزيانه اللي ممكن انها تنفعكم مستقبلا في حياتكم ان شاء الله تعالى يعني وتفرحوا والديكم وتكونوا يعني مواطنين صالحين ان شاء الله نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا وتبارك الله عليكم ما تنساوش لي لايك